مصر تدين الهجوم الإرهابي في ولاية يوبي بشرق نيجيريا. نائب رئيس مجلس الوزراء يؤكد حرص مصر على استقبال الأطفال الفلسطينيين من مرضى الأورام لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية. وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والري والزراعة يستعرضون مع بعثة البنك الدولي موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ. وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا يوم الجمعة المقبل. وزير التموين والتجارة الداخلية يوجه بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين. وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات مهمة في رحلتها لتحقيق تحول جذري في التعليم. التعليم العالي: انتهاء التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة اليوم. وزارة التضامن الاجتماعي تنظم برنامجا تدريبيا موسعا حول المشروطية الصحية لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة. الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.